إذن هذا الجزء الأخير من حديثنا مع رئيس مركز شركة الشال للاستشارات الاقتصادية الأستاذ جاسم السعدون. تحدثنا قبل قليل أبو عبد الله عن خطط التنمية، وبشكل عام يبدو أن محبط جاسم السعدون والجميع يدرك عدم جدية الحكومة وعدم صدقيتها هي ومجلسها. خلينا نتكلم عن احتياط الأجيال. تكلمت قبل قليل عن أنه هذه البلد أمانة يجب أن نسلمها بأفضل حال لأبنائنا اللي عقب 18 سنة أو 17 سنة لن يجدوا وظائف، لن تستطيع الدولة توفير الوظائف والمرتبات لهم. وزير المالية مصطفى الشمالي قال حنا قاعدين نحافظ على ديمومة، أو أن الأجيال القادمة تنعم بما ينعم به الشعب بصورة أو بأخرى. قال الكلام هذا أنه شلنا للأجيال القادمة ما نسبة 20% هذه السنة. أولا، هل أحد يعرف كم هو احتياطي الأجيال القادمة؟ ولماذا هذا التابو المحرم؟ أولا، لا أحد يعرف على وجه الدقة كم، لكن أنا أستطيع أن أقدر بأنه بحدود 350 مليار دولار الآن. هل احتياطي الأجيال القادمة يفترض أن يكون سري؟ الواقع لا. احتياطي الأجيال القادمة هو ملك عام، وملك ليس فقط عام حالي، ملك عام مستقبلي، ويفترض أن أرى أنا تفاصيله ليس فقط حجمه، ولكن أن أعرف تفاصيله بشكل مستمر. أعطيك مثال صغير، في النرويج لا يسمونه احتياطي الأجيال، يسمونه صندوق التقاعد. عمره يكاد يكون ربع عمر صندوقنا. قبل أن آتي إلى البرنامج دخلت على البنك الذي يديره، موقع البنك الذي يديره، كان سعر السوقي ذيك الساعة كل احتياطي 707.1 مليار دولار. توزيعه كما هو صادر رسميا في آخر الربع الثالث من سنة 2012 رسميا، توزيعه أكثر قليلا من 61% أسهم، أقل قليلا من 40% سندات اللي هو يسمونها أوراق الدخل الثابت، وأقل من 0.5% عقار. هذا يتغير باللحظة وانت تطالع الموقع، كلما تغيرت الأسعار مفتوح للجميع. مفتوح للجميع، أنا أجنبي، أنا في النهاية شنو علاقتي أدخل عليه وأشوفها. السبب أنه يقولون أنه نحن لا نسرق ولا نخاف أحد، وهذا ليس حقنا، هذا حق ناس قادمة، وبالتالي يفترض أن يعرفون كل الناس بتفاصيله حتى يحكموا على أدائه، حتى يعرفوا كم ينمو، حتى وبالتالي هذه معلومات لماذا هي سرية؟ نحن ننتظر تقرير الحالة المالية في شهر 6، وهذا قرار من المجلس في شهر 6، حتى يعرضوا إجماليات سرية يسربها هذا النائب أو ذاك، وبالتالي نعرف هذا الحجم. لماذا لا يفترض أن نعرفها بشكل مستمر بتوزيعاتها، بمخاطرها، بمشاكلها، حتى نناقشها لعل وعسى يكون وضع أفضل؟ ليس هناك مبرر. للأسف أنا بكمل وياك، بس في يبدو في إشكالية في الميكروفون، نتوقف قليلا لإصلاح الخلل ونعود إليكم بعد قليل. نستكمل حديثنا مع أستاذ جاسم السعدون الخبير الاقتصادي في الحديث عن تكلمنا عن التنمية، سنتحدث الآن نستكمل حوارنا عن احتياطي الأجيال القادمة، وسنتحدث بعد ذلك في المحور الأخير عن الاستثمارات ومع الاستثمارات. الاحتياط الأجيال القادمة ذكر قبل قليل الأستاذ جاسم السعدون بأن من الميزانيات العامة المعلنة تظهر الأرقام، ولا يعرف على وجه الدقة كم، لكن ما يقارب 350 مليار. ضرب مثال في النرويج اللي هي صندوقها أقصر عمرا من الكويت بالنص، أكثر ولا من النص، أكثر من النص، وذكر بأن 707 مليار وأنه محطوط على الإنترنت، وأنه بإمكانه حتى وهو أجنبي، يعني هو كويتي، يتابع تفاصيل هذا الصندوق ويعرف في هذه اللحظة في هذه الساعة كم بلغ سعر هذا الصندوق. في الكويت تابو محرم. هناك من يقول بأن حتى وزير المالية لا يعرف رقم ومحتوى الحقيقي لاحتياط الأجيال القادمة، وإنما يعرفه شخصيات في الأسرة الحاكمة. لا أعتقد أنه يعرف، وأعتقد أنه مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار يعرفون، لأن يتلقون تقارير مستمرة،
واعتقد انه العضو المنتدب ايضا يعرف هذا الحجم، بالتالي اعتقد كم شخص هناك تقريبا استاذ جاسم؟ لا يعني استطيع ان اجزم بس بالتاكيد يعني بالكثير خمسه سته؟ بالتاكيد مو 10 الى 15 اكيد يعرفون غير كبار الحكومه يعني. غير كبار الحكومه. طيب هذا الصندوق، صندوق احتياطي للاجيال القادمه، استثماراته ما تنعكس برا، ما تسمع، ما تقرا في صحف برا وسائل الاعلام اذا كانت الحكومه مقصره علينا في مدنا بالمعلومات. طيب من وسائل الاعلام الخارجيه الدوليه ما عندهم اطلاع عليه؟ في الغالب لا، في الغالب يدار من قبل مدراء محافظ، ومدراء المحافظ طبعا يهمهم جدا ان يحافظوا على عميلهم، وبالتالي لا ينشروا يعني شيء. لذلك المصدر الوحيد اللي ممكن أن أعرف منه هو تقرير الحالة المالية الذي ينشر في شهر 6. أحيانا طبعا يتم الكلام عن استثمار هنا أو استثمار هناك، لكن لا تستطيع أن تنظر إلى توزيعه لأنه موزع ما بين مدراء محافظ عددهم كبير جدا، وكل واحد منهم يحاول أن يحافظ على سريته حتى لا يسحب منه في النهاية. مدراء محافظ أجانب طبعا. مدراء محافظ أجانب نعم. طبعا ولهم حق المعرفة والاطلاع في الكويت على جزء أجزاء من أو على جزء كل واحد على جزء معين على بحجم محفظته. بس أنا أتحدث في الجزء الأخير عن هيئة الاستثمارات، وين رايحين، وهل حالها أفضل من حال احتياط الأجيال القادمة أم لا؟ بس أبي أتوقف على جزئية العقار. العقار الآن هو من أساسيات الحياة كما تعلم أبو عبد الله، وفي تقرير الشان الأخير حذرتوا من ارتفاع المبالغ في اسعار نعم العقار ومخاطره. اولا سبب هذا الارتفاع الى ماذا يعزو والى ماذا يقودنا ارتفاع اسعار العقار بهذه الصوره؟ نعم، المشكل لدينا في البلد انه معظم الاموال يستنزفها سعر العقار. اعطيك مثال صغير، يعني لما تذهب الى جنوب السره وتشتري المتر ب 1000 بينما تكلفه البناء 250، انت تعرف انه 1 إلى 4، ماكو شيء في العالم اسمه سعر الأرض 4 أضعاف تكلفة البناء، ولا يمكن مهما بلغ الغرض الإسكاني، مهما بلغ قدرتي ودخلي أني أمتلك عقاري الخاص فيني وأسدده في حياتي على الأقل، ربما يحتاج إلى 3 أجيال عشان أسدد. هذه حالة غير يعني غير صحية وشاذة. هذا يعني أني لو أردت أنا أن أقوم بأي عمل، لأن هذا جزء من تكلفة علي، يجب أن يحسب من تكلفتي التي أحصل فيها على راتبي في العمل عدل، وبالتالي لابد أن يرتفع دخلي فقط لكي أسدد تكلفة العقار. هذا اللي يسمونه في العالم ضعف تنافسية الاقتصاد. عندما تكون تكلفة العمالة عالية جدا نتيجة ارتفاع أسعار العقار، قدرتي على المنافسة في أسواق العالم تنتفي. السبب واضح جدا، السبب فيه سيولة تضخ كبيرة وتحاصر عدد محدود من المعروض من العقار. تعرف انه 90% من العقار اراضي دولة، وبالتالي غير معروض، موزع ما بين جيش دفاع ونفط وزراعة واحراش الى اخره، وبالتالي لا تستطيع كل واحد منهم يمثل حكومة قائمة بذاتها، لا تستطيع ان تستخلص هذه الاراضي لكي تعرضها وتهبط الفاض. ثانيا انه في ناس تملك هذه الاراضي وتتكسب منها، وليس من مصلحتها اطلاقا ان يكون هناك هبوط في اسعار الاراضي، وبالتالي ارتفاع في اسعار يمثل دخل لبعض الناس على الاقل، يمثل دخل، وهذه حاله ثانيه. انت تتحدث عن العقار الاسكاني السكني، عن جزئيتين. هو الواقع كل العقار يواجه نفس المشكله، لكن ثلاثة أجزاء. لو وزعت لك مكوناته بتجد انه العقارات اللي ارتفعت او النشاط العقاري الذي ارتفعت اسعاره منذ الازمه حتى الان هو مكونين من 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 3 مكونات. المكون الاول هو السكن الخاص، والسكن الخاص بسبب شحه المعروض تجد انه اسعاره صارت خارج نطاق ان يحتملها انسان عادي، يعني دخله عادي عدل. والسكن الاستثماري، السكن الاستثماري اللي هو السكن متعدد الادوار للشقق، نسميه شقق بالبنايات الاستثماريه اللي فيها شقق. اي، وبالتالي اذا ارتفعت اسعاره ترتفع الايجارات طبعا، اذا ارتفعت الايجارات لابد ان ترتفع الرواتب، وهي حلقه لا تنتهي تماما. هالمكونين هذول ارتفعوا بحده ما بين بدايه الازمه، ازمه العالم الماليه، والان. اذا اخذت الجانب الاخر من مكون العقار واللي هو ايضا من شقين، اللي هو يسمونه تجاري لكن هو مكاتب وتجاري،
تجد انه هذا شق اسعاره ثابته او ارتفعت، اللي هو التجاري اللي هو التجزئة، محلات التجزئه، والمكاتب انخفضت اسعارها. السبب انه كان ايام ما يسمى بفتره الرواج، اصبح واحد من الاعمال الرئيسيه لمعظم الشركات بناء عقار مكاتب، عقار مكاتب تجارية. واخذوا توسع راسي كبير، تروح تدفع في البلديه ويعطونك ادوار اكثر عشان تبني عدل. هذا كان رائج لما كان السوق رائج ككل. لما حسرت الاسعار وبدات الشركات تتساقط، هذا انخفض. اليوم نحن نتكلم عن متوسط ايجارات كان في يوم من الايام بحدود ال 14، اليوم نتكلم عن 7.5 تقريبا. هذا انخفضت اسعاره، واعتقد انه الان في مرحله التوازن، ربما بدءا من السنه القادمه يبدا قليلا بالارتفاع. فاعتقد انه تكلفه العقار عندما ترتفع بشكل حاد، هذا ليس مؤشر صحي، هذا ورم، سواء على الفرد او على الدولة. على الدولة. طيب ابو عبد الله، بنختم في السؤال، وهو سؤال كبير، اعطيك السؤال ولك حريه الاجابه. نبي العناوين في ابو عبد الله، هيئه الاستثمار او استثمارات الكويت، هل حالها افضل من احتياط الاجيال القادمه؟ كيف ترى القياده وكيف ترى التصرف فيها؟ كيف ترى استثمارها؟ هل قنواتها صحيحه؟ طمن الناس او حذر الناس عن ما يحدث. اولا سيدي، هيئه الاستثمار هي مسؤوله عن احتياط الاجيال القادمه والاحتياط العام، عن الاثنين. وبالتالي هي من يدير اموال الدوله، سواء كنا نتكلم عن الاحتياط العام اللي معظمه استثمارات داخليه ومعظمها استثمارات غير سائلة، أو نتكلم عن الاحتياطي الأجيال القادمة اللي تقريبا 80% استثمارات أجنبية، هو تحت إدارة الهيئة. يعني الهيئة ماخذة أكبر الأذرع الاقتصادية في البلد؟ كل الاستثمارات تحتها كلها. اي لا، في أذرع اقتصادية أخرى اللي هي قصر التأمينات، في أذرع اقتصادية أخرى. هؤلاء ليست أموال، يعني التأمينات هي أموال متقاعدين. إيه؟ القصر هي أموال قصر. وبالتالي هذول يفترض أن يكونوا ذمة مالية مختلفة مستقلة عادل. الهيئة العامة للاستثمار مع شوية استثمارات موجودة لدى مؤسسة البترول هي ما يخص الدولة بالمفهوم العام للدولة، اللي هي كل الناس وكل الأجيال عادل. أنا أعتقد أنه الكويت تتميز عما عداها أنه هذا الصندوق الأسود ليس أسود بالكامل، بمعنى أنه نستطيع فتحه بوجود مجالس أمة متعاقبة، بوجود تقرير الحالة المالية، بوجود ديوان محاسبة. نحن أفضل حال من أشقائنا في دول الخليج الأخرى، بمعنى أنه نعرف، وهذا اللي خلى أموالنا ما بعد الغزو أو خلال فترة غياب المجلس سنة 86 وما بعد، أنه رقم الانحسار اللي صار في معظم الدول أنه على الأقل كان هناك في حفاظ، لأن في كثير من الناس تعرف أسرارنا. هذا واحد. اثنين، هل هذه الأموال تدار يعني بشكل مهني كفو؟ أنا أعتقد انه في مشكلتين تواجهنا. المشكله الاولى انه بعد كل هذه الفتره من وجود الاستثمارات من الخمسينات حتى الان، لم نستطيع ان ندمج هذه الاستثمارات في اداء الاقتصاد الكلي، بمعنى انه يفترض ان لا نستثمر في كل شيء، انه نستثمر فقط مع ما يمكن ان يتناسب وتوجهنا التنموي الداخلي، بمعنى انه هذه الاموال اذا وظفت في مشروعات محدده يفترض أن يكون الناس أو اشتراطاتنا على من يستثمرها أن يأخذ كتلة من البشر ويدربهم لكي يتعلموا كيف يديروا استثماراتنا بدون الحاجة إلى الآخرين، أو حتى ما نجلبهم بالداخل يكونوا هم النواة اللي بتصنع الفرق في الإدارة العامة، نواة لتدريب. إيه، المفروض أن نستفيد منها. نحن الآن لا نستفيد منها، يعني نحن نملك في مرسيدس بس لنا عضو مجلس إدارة في مرسيدس مثلا، لنا قدرة على اطلاع على كيفية هناك اتخاذ القرار، لا نعرف عادل. هذا ينسحب على كل استثماراتنا، لم نوظفها بما يخدم. هل بالفعل لنا صناعة البشر المفروض؟ هل لنا بالفعل في مرسيدس مثلا نملك يعني بما يسمح لنا أن نضع عضوا لكن ما وضعنا، أو حتى لو نستفيد منها، بمعنى أن تفتح معهد للتدريب، أن يكون لنا علاقة أو مدخل عليهم في تدريب جماعتنا الموجودين هنا عندهم. الغرض أنه أن يكون علاقة ما بين البشر والمال. أنا أعتقد أنه العلاقة ما بين البشر والمال مفقودة حتى الآن، لم نوظف الاستثمارات لكي تكون جزء
من عملنا الداخلي، من 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 نهجنا الداخلي. اثنين، اعتقد انه في مشكله اخرى، انه الهيئه العامه للاستثمار مثلها مثل التعليم، مثلها مثل الصحه، استخدمت كمركز توظيف، وبالتالي لم يعد هناك يعني قدره على ضبط لا الكم ولا الكيف للداخلين الهيئه، مع انه هذه في النهايه مصيرنا في المستقبل عادل. لذلك صارت فيها زحمه، صارت مزحومه، ولم نعد نراعي الكيف فيها. انا اعتقد انه اذا اخذنا في الاعتبار واحد دمج انه استثمارات خارجيه هذه ليست نبت خاص في نبت مختلف، وانما هي جزء من توجه تنموي، انا اعتقد نكون استفدنا منها بشكل افضل. اثنين، انه يفترض ان تكون محك ومجال لخلق بشر، لخلق جهاز بشري. انا اعتقد الان هي لا تخرج عن كونها اداره حكوميه فيها حشد من الناس، لذلك امل انه نقوم بعمليه اصلاح رئيسي فيها. يعني في طريقه الاستثمار تقصد، في وربطها بالبشر، يعني اعطيك مثال، نبي امثله الناس يبون يطلع على مثال صغير مثلاً. ما هو هدفنا في الكويت؟ خلق مركز تجاري ومالي متقدم، عدل؟ صحيح. طيب، انا لدي هذه الاموال مستثمره من مؤسسات ماليه، وفي بعض الاحوال مؤسسه مستعمله في بعض المؤسسات التجاريه اللي تنتج سلع وتنتج خدمات، تمام؟ الان كيف يمكن ان استخدم هذا الاستثمار في هذه المؤسسات الماليه او في هذه المؤسسات التجاريه لصناعه بشر؟ وبالتالي انا موقفي التفاوضي ما دام تعطيهم اموال، موقفي التفاوضي معهم يفترض ان يكون قوي. لذلك انا اشترط عليهم ان يدربوا ويخرجوا كم من البشر المتميزين كل فتره من الزمن. هل هذا صعب؟ يفترض ان لا يكون صعب، ما دمت انا عندي الاموال انا في الموقف القوي. بدل انا اللي اضع الاشتراطات؟ انا اضع الاشتراطات، ومن يقبل حياه الله، وستجد هناك كثير من يقبل، وبالتالي اخلق نواه لبشر استطيع ان اوظفهم في النهايه يخدموني في الصناعه، في الاقتصاد، في مجالات في الصناعه الماليه، في الصناعه التجاريه، في كل شيء، وحتى السياحيه. وبالتالي حتى انا الصناعه اللي هي تكنولوجية، انا اخذ من هؤلاء، اي عندي استثمارات في التكنولوجيا، يفترض ان اوظفهم في ما يخدمني، او على الاقل توجههم ابتعثهم يعني على حساب هذه الشركات، نعم، واخليهم وياهم، اشتراطي ان يدربوا هذا الكم البشر. لذلك انا استطيع ان ادمج هذا العضل الموجود لي بصناعة العقل، أو بمحاولة صياغة العقل. فما لم أدمجه، ما لم يعني لا أعتبره أنه شيء خارجي أعطاني مع أهلا وسهلا، ما أعطاني شو أسوي بعد، عدل؟ لا، يفترض أن أخذ منه أقصى الممكن، وأقصى الممكن ليس فقط المال، أقصى الممكن صناعة البشر، والواقع صناعة البشر حتى أهم. طبعا. طيب، هل لهذا الأمر تفسير؟ يعني أنا كدولة استثمرت في شركة إكس أو في محفظة إكس، حطيت 10 مليارات دولار أو 5 مليارات دولار، لي حق أني أفرض اشتراطاتي كوني في المركز الأقوى أو في المركز القوي، خلينا نقول، بس أنا ما طلبتها، هل هو تنازلا وتطوعا لعمل الخير، ولا أن لا والله ترجموها لنا في قنوات أخرى لنستفيد شخصيا؟ لا لا لا، فيها قصور، يعني هل هو قصور أم سوء نيا ننظر له؟ أنا أعتقد قصور، يعني هو في النهاية أنا أريد أن أصنع دولة، عدل؟ صناعة الدولة هي صناعة، جزء منها الصناعة، أو أهمها، أهم مكونات صناعة البشر، عدل؟ أنا ما دمت في موقف تفاوضي لا أستقله، موقف تفاوضي قوي ولا أستقله، هذا قصور مني. جميل. أنا يفترض أن أستثمر موقفي التفاوضي في مو بس صناعة المال أو العائد، في صناعة البشر، وهذا الأهم. وبالتالي أنا يفترض أن من يذهب إلى جامعة محترمة أوديه يروح صناعة أدوية مثلا، على حساب هذه المحافظ والشركات، المفروض جزء من اشتراطاتي أن يكون يعني هذا الكم من البشر يتدربون مع استثماراتي. وبالتالي أنا لا أنظر فقط لقدرتها على توليد عائد، أيضا لقدرتها على تدريب بشر. جميل، شكرا لك يا استاذ جاسم السعدون، ونتمنى ان شاء الله انه كل ما استدعى الامر، يعني اولا نشكرك ان كل ما استدعى الامر واحتجناك نجدك دائما متواجد لشرح طرح وجهه نظرك، نتمنى ان تكون معنا متواجدا دائما كل ما احتجنا يعني اسئله ماليه واقتصاديه نطرحها عليك. مشكور انت وقناه اليوم ومشاهدينا. شكرا لك، وشكرا لكم مشاهدينا. قبل ان نختم الحلقه نذكر بما قاله استاذ جاسم السعدون، نقطه مهمه جدا لها علاقه في التنميه البشريه، ولها علاقة في التعليم أيضا في نفس الوقت، ولها علاقة في الاستثمار، وهي أنه يجب أو أن للدولة فرص
لم تستغلها هذه الكويت مع المحافظ ومع الشركات الخارجية لأبنائنا الخريجين من الثانوية حق التعليم العالي في الدول هذه؟ لنا فرص كثيرة ضائعة، نسأل الله أن نستعيد هذه الفرص بعد أن نستعيد الدولة التي يبدو أنها هي أيضا في حالة ضياع. ألتقيكم إن شاء الله في حلقات مقبلة، تقبلوا التحايا، في أمان الله.